رواية جدا مهمة وأبيك تركز لي عليها بشكل جيد. لها معنى جدا واضح وجلي. احفظ لماذا حرفوا هذه العبارات. كتاب السنة صفحة 563، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. بداية الرواية نشوف عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن علي رضي الله عنه أتاهم عائدا ومعه عمار فذكر شيئا، فقال عمار: يا أمير المؤمنين. فقال: اسكت، فوالله لأكونن مع الله على من كان. ثم قال: ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت. إن رسول الله صلى الله عليه وآله توفي فذكر شيئا. الكل بيقول شنو ذكر الإمام علي؟ ومعقولة أن الإمام علي سلام الله عليه ذكر شيء وتطلع بهالصورة هذه فذكر شيئا؟ طيب شنو؟ شنو هذا الشيء؟ نفس الرواية موجودة في كتاب اسمه أنساب الأشراف عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: أن عليا أتاهم عايدا فقال: ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التحريف، موضوع التحريف ما هو؟ وأنا أحق الناس بهذا الأمر. أمر شنو عرفته؟ سلام الله عليه. عرفتم كيف أمير المؤمنين سلام الله عليه مظلوم؟